طلاب الصف السابع يعطيكم العافية. رح نبدأ اليوم بالوحدة الرابعة وهي المحاليل ودرسنا على الماء في حياتنا. طبعا تعرفوا يا سابع إنه الماء يأتي في ثلاث حالات: الصلبة والسائلة والغازية. هلأ بنعرف إنه الماء يأتي على صيغة أو جزيء H2O، أي ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، ولكنها جميع أنواع أو أشكال أو خصائص الماء تختلف في خصائصها الفيزيائية. عندنا مكعب الثلج يأتي فيه الحالة الصلبة وهو شكل ثابت وحجم معين، أما حجم الماء السائل ثابت ولكن شكله يتغير بحسب الوعاء الذي يوضع فيه. بخار الماء ويعتبر المادة والحالة الغازية ليس له شكل ثابت ولا حجم محدد. رح نبدأ بالحديث على الحالة الصلبة. المادة في الحالة الصلبة لها شكل محدد وحجم محدد، وبسألك ليه؟ ليه دائما المادة أو الماء في الحالة الصلبة لها شكل محدد وحجم محدد؟ لأنه جزيئات المادة في هاي الحالة تترتب بشكل متراص، وتكون قوة التجاذب بينها كبيرة والمسافات قليلة. إذا بالحالة الصلبة بتعتمد على قوة التجاذب بتكون عنا كبيرة. أما في الحالة السائلة تمتاز المواد السائلة بأن لها حجم محدد وليس لها شكل محدد، وبتتخذ شكل الوعاء اللي توضع فيه. ليه؟ قوة التجاذب في الحالة أو جزيئات المادة في الحالة السائلة بتكون أضعف من الحالة الصلبة، بتتباعد هنا الجزيئات عن بعضها وبيكون في عندك مسافة أكبر من المسافة الموجودة في الحالة الصلبة. أما الحالة الغازية أيضا هون قوة التجاذب راح تكون أضعف وأضعف من الحالة الصلبة والحالة السائلة. تتميز الحالة الغازية عن غيرها من حالات المادة ليس لها حجم ولا شكل، وبحسب نظرية الحركة الجزيئية جزيئات الغاز تتحرك حركة عشوائية وسريعة في الاتجاهات جميعها، مما يسمح لها بملء الحيز التي توجد فيه، وبتتخذ نفس الشكل، وذلك لأن قوة التجاذب بين جزيئات المادة في هاي الحالة أضعف بكثير من قوة تجاذبها في الحالة الصلبة والحالة السائلة. وأيضا الغازات إلها قابلية الانضغاط، يعني كل ما زاد عندك الضغط بيزيد عندك قوة التجاذب. تحولات الماء: يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى السائلة بفعل الحرارة وباستمرار التسخين، فإنه يتحول إلى الحالة الغازية. إذا الماء بتكون عندي صلبة بحولها بعرضها للحرارة بتصير سائلة، وبنفس الحرارة بعرضها بتصير عندي غازية. عند تسخين مكعب من الثلج تكتسب جزيئاته طاقة فتتحرك بسرعة أكبر وتتباعد عن بعضها، مما يقلل قوة التجاذب بينها، فتتحول الحالة السائلة باستمرار التسخين وتزداد حركة الجزيئات وتباعد عن بعضها، ثم تتحول إلى الحالة الغازية. الماء النقي والماء الغير نقي: الماء النقي هو الماء المقطر، ويتكون هذا الماء النقي من نوع واحد من الجزيئات هي جزيئات الـ H2O، ويخلو من أي مواد ذائبة فيه كالأملاح. لذلك الماء النقي لا يوصل التيار الكهربائي، ويعرف أيضا بأنه الماء المقطر. يستخدم الماء النقي في تحضير المحاليل في الصناعات المختلفة، خاصة في القطاعات الطبية. الماء الغير نقي: يتكون الماء الغير نقي من جزيئات الـ H2O بالإضافة إلى مواد ذائبة فيها بنسب متفاوتة حسب المياه، وبتحتوي أيضا عندنا المياه الغير نقية على بعض الأملاح والغازات. من الأمثلة على الماء الغير نقي الماء المعبأ وماء الصنبور الصالح للشرب والذي نستخدمه في المنازل. يعد الماء الغير نقي موصل للتيار الكهربائي، وذلك لأنه الأملاح الذائبة فيه موجود بتكون موصل للحرارة، عشان هيك بيحذرونا إنه نلمس الكهرباء ويدينا مبللة. إذا احتوى الماء على بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة يصبح ملوثا وغير صالح للشرب، لأنه يسبب إصابة الأشخاص بالأمراض، كما في مياه السيول والبرك والمستنقعات. شكرا طلاب الصف السابع على حسن استماعكم، يعطيكم ألف عافية.